أحبائي في مصر والعالم كله، من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. موضوع خطف البنات في مصر، موضوع خطف البنات في مصر. والحقيقة قبل ما أتكلم في موضوع خطف البنات في مصر، في منشور اتنشر عن خطف البنات واتنشر باللغة العربية وباللغة الإنجليزية واتنشر في مواقع أجنبية كمان، يعني الكلام اللي مكتوب بالإنجليش ده أو بالإنجليزي اتنشر في مواقع أجنبية. بالنسبة للكلام مكتوب بالإنجليش ومكتوب بالعربي هقول الأول بالإنجليش. قال لك The tragedy of girls kidnapping in Egypt continues. Despair reached Islamic bodies and corrupt institutions in Egypt, especially in Upper Egypt, to look for sick Christian families who are not mentally qualified to convert them to Islam by forging paper, to take them by force against the wishes of their family, of their families. With the help of the police, then the girl disappears. A human catastrophe and a plot to create the Islamic State in Upper Egypt and exodus of the Coptics. She gave, الله يرحمه وائل الأبراشي، الله يرحمه، لأن وائل الأبراشي كان بيحاول ما يختلفش مع النظام، لكن كان بيحاول يبين الحقيقة من تحت لتحت على قد ما يقدر. فوائل الأبراشي جاب واحدة هجيبها لكم، تم خطفها واغتصابها. وزير الداخلية قال إنها راحت الأزهر وأسلمت. طلعت بعد ما هربت من الاختطاف قالت لوزير الداخلية علنا: أنت كذاب، أنت كذاب. سمعان دي تم خطفها، مفيش يعني مخطوبة وهتتجوز، والغريبة بيتم خطفها من قدام الكنيسة، يعني تكون راح تصلي في الكنيسة يوم حد. وأغلبية القصة بتحصل كده طبعا، هو أغلبية طرق الخطف بتتم عن طريق توك توك، يعني الواحد بياخد توك توك صغير ويروح بالكنيسة ويرجع، فياخدوها بتوع التوك توك ويتكلوا بيها. طبعا معروف عملية تخدير البنات، وبعد ما يخدروا البنات يناموا معاها هي شبه مخدرة ويصوروها، وبعد ما يناموا مع البنت وهي مخدرة ويصوروها فيديو وصور وكله، بعد ما تفوق البنت يجبروها على الأسلمة. لا هرجع بلدي، يقولوا وروا لها الفيديو، يقول لها احنا لو انت مشيت من هنا احنا هنطلع الفيديو ده وهننشره ونفضحك وتبقي مفضوحة، غير كده أهلك هيقتلوكي عشان الفضيحة، وغير كده لو رجعت لأهلك وما قتلوكيش احنا هنقتل أهلك. وطبعا معاهم أجهزة ومعاهم سلاح وحاجات زي كده، لأن طبعا المشرفين الأزهر بيمولوا الحاجات دي قولا واحدا، الأزهر وأمن الدولة بيمولوا الحاجات دي. الأمن الوطني دلوقتي اسمه الأمن الوطني، روح فك جهاز الأمن الوطني الفاسد في مصر بقياداته اللي بيساعد في خطف البنات وأسلمتها. لو عايز تثبت فعلا انك انت بتساوي بين المواطنين المسيحيين المسلمين، شيل جهاز امن الدولة الفاسد وقياداته الفاسدة، او يلتزم بقوانين البلد وما يساعدش في هذه العمليات الهمجية. رجع جلسات النصح والارشاد اللي لغاها الدعر حبيب العدل، كده نعرف انك انت فعلا عايز مساواة. نشوف كده، انا حصل مكالمة مع الأستاذ فادي معايا، ونشوف كده قال ايه. مساء الخير، اهلا وسهلا بك يا استاذ وجيه. اهلا بحضرتك، انا عارف ان حضرتك بتكلمني من امريكا دلوقتي. انا تمام، انا بكلم حضرتك من امريكا علشان مشكلة كبيرة خالص 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 بتحصل في مصر. المشكلة دي مش شخصية قد ما هي بقت عامة وبقت بتتكرر في كل بيت وكل عيلة قبطية، بالذات في المنيا والصعيد عامة. واحنا عايزين نشوف هل يعني
في حل للموضوع ده ولا نسكت على اللي بيحصل ده؟ هو حضرتك يعني المشكلة في مصر اللي انت هتتكلم عنها دلوقتي؟ المشكلة حصلت مع واحدة اسمها مريم سمعان منصور. دي مريضة نفسيا، بتتعالج من 11 سنة. تمام. الحالة بدأت ليها من تانية إعدادي. بدأ المرض بتاعها مرض نفسي، الشيزوفرينيا، وبدأت في الأول إن هي تقعد في أوضة لوحديها وتبقى انطوائية كتير، وراحوا أهلها راحوا بيها لكذا دكتور، والمشكلة بدأت تزيد معاها في الدراسة، وراحوا لدكاترة كتير. ولو حضرتك وعايز أسامي الدكاترة اللي هي راحت عندها، ممكن نقول اسم كذا دكتور. راحت العيادة الخارجية مستشفى الجامعة عين شمس، تذكرة العيادة 99252 بتاريخ 18/5/2014. حضرتك عندك الصور بتاعت الروشتات دي؟ هبعتها لحضرتك، انا بعتها لحضرتك وهبعتها لحضرتك تاني. تمام. ايه بقى اللي حصل معاها حضرتك؟ في ناس استغلت مرضها بأسلمتها، استغلت مرضها بأسلوب رخيص، بأسلوب غير لا يليق بأي دين. الناس دي لازم تتحاسب. يا ريت بالراحة كده، يعني ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي حصل تدريجيا بالراحة؟ بدأت تطلع، بدأت بعد كده في ناس عرفت بالحكاية دي إن هي مريضة نفسيا، وبدأت الاتصال بيها، يعني واستغلال مرضها. تمام. ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده إن اختفت يوم، هي في شهر 9. أنا ممكن أجيب ماشي حضرتك. التاريخ بالضبط، لأن إحنا عملنا، يعني الناس في مصر عملت محاضر. اختفت يوم 16/9/2021. قالوا لهم لازم تعملوه في مطاي. اتعمل المحضر في مطاي. رقم المحضر 4، أنا هقوله من اليمين للشمال، 8804. تمام. إداري وبعدين؟ مركز شرطة مطاي. تمام. وبعدين؟ وبعدين الأستاذ سمعان خد وعود من نيافة الأنبا جورجيوس أسقف مطاي، إن يعني بما معناه إن هو بلاش يذيع، وبلاش يقول، وبلاش يروح للسوشيال ميديا، وبلاش يتخذ أي إجراء. والبنت اتصلوا بيه، واتصل بيه الأنبا جورجيوس وقالوا له تعالى استلم بنتك. ده الكلام ده يوم 13/12. شوف، بعد كام شهر راح عمي. ده الكلام ده بعد ما بدأ ينزل في السوشيال ميديا، وقالوا له لازم تمسح كل أي حاجة على السوشيال ميديا، وبلاش الفتنة الطائفية. والبنت خلاص لقيناها وهترجع لك، خلاص امسح كل حاجة. عمي سمع الكلام ومسح كل حاجة، واتصلوا بيه في الأمن الوطني من عين ميم لتأكيد المعلومة. احنا يعني مش الأمن عارفين. الوطني اتصل بيه وقال له هنجيب لك البنت، بس انت ما تتكلمش على السوشيال ميديا وما تذيعش خبر اختفائها من هذا القبيل. تمام. وبعد كده جابوها له. قالوا له تروح مدينة نصر، مركز شرطة ثالث مدينة نصر. مدينة نصر كل البنات اللي بتبقى مخطوفة تحت عين أمن الدولة بيحطوها في مدينة نصر. وبعدين؟ دخل هو واتنين آباء كهنة، قالوا للآباء الكهنة ما يجوش تاني،
وقال له عمي ما ينفعش ان انت تجيب حد تاني، والامر من هنا يعني بدأ الشغل بتاعهم اللي هو نظام خلاص بنتك اول لما تهدى حالتها النفسية تستقر اخدها وروح. الموضوع ده قعد 5 ايام. هما شافوا البنت يعني هناك. اه طيب هل البنت كانت في حالة مستقرة نفسيا ولا كان باين عليها حالة ذهول؟ ما كانتش في حالة مستقرة خالص، لأن هي لما بتمنع الدواء حالتها النفسية ما بتبقاش مظبوطة خالص. الكلام ده كان امتى بالظبط؟ اللقاء بتاع مدينة نصر ده. الكلام ده كان هي الكلام ده من يوم 13/12 لغاية يوم 15/12. طيب هل في اخبار على انها مثلا اتجوزت او جوزوها او حاجه زي كده؟ ده اللي اتقال له بعد ما خلصت الحكايه. انا هكمل لك بس الحكايه مشيت ازاي. كان كل يوم يجيبوا عمي بالليل، يفضل قاعد لغايه الصبح، وبعد كده اول ما يروح على طول، ما اعرفش حد مستنيه ولا ايه، يتصلوا بيه يقولوا له تعالى تاني، يروح ما فيش اي حاجه، ويروح ويرجع يروح ويرجع. الكلام ده لمده 3 4 ايام انهكوه صحيا وبدنيا وذهنيا وكل حاجه. جم في طيب اخر يوم، في المصيبه بقى حصلت يوم 16/12. اتصل بي نائب المأمور ألف عين، أنا مش هقول أسامي، والناس من الكنيسة اتصلت بيه وقالوا له استلم بنتك دلوقتي. الكلام ده كان الساعة 5 الفجر. تمام. راح هناك القسم عشان يستلم البنت، قالوا له لا نستنى عشان هنستنى نيابة. جات النيابة، خدوهم رحلوهم هما الاتنين على النيابة. هناك في النيابة قالوا له احنا مش عايزين، في الاول قالوا له لازم نكلبش ايديك، فقال لهم انا مش متهم، وصمموا على كلبش ايديه وكلبشوا ايديه، وقالوا له دلوقتي انت لازم تمضي على محضر عدم تعرض. فقال لهم ماشي، اثبتوا ان هي اثبت الشهادات اللي معايا دلوقتي ان هي مريضة نفسيا ومع المحضر ده. قالوا له لا لازم تمضي على محضر، دول قضيتين مختلفين، امضي على عدم التعرض الأول وبعد كده نشوف قصة إن هي مريضة نفسيا أو مش مريضة نفسيا. بعد ما مضوا على عدم التعرض راحوا ربطوا إيديه في الكلبشات في السلم تمام. من الساعة 8 لغاية الساعة 12 الظهر، وقفوا واحد حارس كده علشان ما لا يتكلم مع حد ولا يقابل حد ولا يعمل اي حاجه. ابنه كان واقف بره مستنيه لان هو راح معاه. في ضابط اعتدى عليه وقال له لا ما اشوفكش في المساحه المحيط الاسم ده، لان اعتدى على اخوها ولا على ابوها؟ لا قال للابن يعني هو كده احنا يعني سامحني يا استاذ فادي، يعني حتى انت بتتكلم كلام مهذب وكلام منمق، لكن انا عن نفسي انا ارى الروايه كده شكلها ان امن الدوله متواطئ في عمليه الخطف ومتواطئ في موضوع حمايه الخاطفين. معاها يعني انا يعني حد يطلع منهم يقول ايه اللي حصل دوا معناه ايه؟ يعني ازاي بيهددوه ويقولوا له ما تجيبش سيرتها، وازاي واحد يعني ازاي انسى ضنايا دي بنته؟ ازاي ينساها؟ طب عالجوها، ولو هي انا عايش في بلد الحريات هنا في امريكا، انا لو عايز اسلم هاسلم، اللي عايز يسلم يسلم، اللي عايز يتنصر يتنصر، الموضوع ده دي حريه شخصيه. طب هي مريضه نفسيا، هل هي هتفيد الاسلام في حاجه؟ هل هي هتزود عدد المسلمين في حاجه؟ غريبة انهم هما بيقولوا اساسا المرأة ناقصة عقل ودين، يعني هي اساسا ناقصة عقل ودين، فما بالك لما تكون يعني الست لو عاقلة بيقولوا عليها ناقصة عقل ودين، فما بالك لما يروح على واحدة اساسا مريضة نفسيا. انا ما اعرفش يعني هل الايمان او هل الدين
عمي عرض عليهم قال لهم لو انتم مصممين عليه بعد ما ما تكلبش والكلام ده كله، قال لو انتم مصممين ان تاخدوها انا ما عنديش مشاكل. قال لهم ودوها مستشفى متخصصه في مرضها، ومنين ما تخف عايزه تسلم تسلم مع الف سلامه. وانا برضو ابوها، وانا يعني انا ظهرها برضو. الحقيقة يعني قصة مؤلمة جدا يا أستاذ فادي، وقصة يعني دلوقتي هو يعني يعني مهددينه هو وابنه ومراته، ومش عارفين يرجعوا بلدهم مطاي، ومش عارفين يعملوا اي حاجة، ومش عارفين، ايديهم متكتفة، هما مش في مطاي دلوقتي كمان أهلها. مش في مطاي دلوقتي. تمام، ما تقولش على المكان اللي هما فيه. ماشي، أوكي. والله احنا هنحط القصة كاملة اهيك، انت قلتها وانت راجل عايش في بلد الحريات يا استاذ فادي في امريكا، ومصر اللي بيقولوا عليها دلوقتي في ملف حقوق الانسان احنا بس بتتحسن. بنناشد رئيس الجمهورية، يعني احنا مش عايزين غير العدل، احنا مش بندور ان احنا نفتري على حد.